صفوة قريش، خلاصة بني هاشم، إنه خيار من خيار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه: إن الله اصطفى من ولدي إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولدي إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. ذاك النبي الأبطحي محمد له في العلا مجد تريد وطارف، أتى في زمان السعد في آخر المدى، وكان له في كل عصر مواقف. إنه رسول الله، إنه ابن عبد الله، نعم إنه النبي صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق نسبا أي من جهة الأم، نسبا أي من جهة الأب، وموضعا أي من جهة الأم. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نسبه محفوظ كما قال عبد العزيز اللمطي في قرة الأبصار: ونسب المختار محفوظ إلى عدنان بالإجماع عند الفضلاء. وهانا أشير لاسم كل منهم بحرف منه مستقل: معن، شهين، عقين، كمين، كلغفم، كخمن، أمين، معن، إله نازك. يقول البدوي في عمود النسب: النسب الذي عليه اتفقا كل الورى، إذ بالنبي أشرقا. أحمد عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف المنتخب، ابن قصي ابن كلاب مرة، كعب، لؤي، غالب الغرة، فهر بن مالك ونضر السكة، كنانة، خزيمة فمدركة، إلياسها مضرها نزار، معد عدنان انتهى الخيار. النبي صلى الله عليه وسلم أمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، حيث تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب. أبوه عبد الله مات بعد شهرين من حبل النبي عدا، كما ذكر ذلك صاحب كتاب التحفة اليسيرة في مهم السيرة، وهو عبد الرحمن بن أحمد بن المختار الشنقيطي. لقد تحدث عن جد النبي فقال: وجده شيبة عبد المطلب القرشي من نسل عدنان العرب، ومن قريش بنت وهب أمه آمنة، في مكة مولده. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، سئل في ذلك ما في مسلم عن يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه، في الثاني عشر من الربيع الأول، ولقد سمي بالشهر الأغر. نعم، هذا الشهر لأنه قرة الشهور، لأنه الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في الثاني عشر منه أو الثالث عشر أو الثامن، في يوم الاثنين من الشهر الأغر، في ثالث الشهر أو الثاني عشر أو لثمان من ربيع الأول، موافق النيسان عند الأول، في عام شفظ من سين الإسكندر، بطالع الجد وكان المشتري، مع سحر في وسط السماء، تقارنا بالعقرب القراء، وقاضت